عمرك شفتها كده بالوضوح ده؟ أصل أحلامك محدش بيبقى شايفها كده غيرك، ومحدش هيحققها غيرك على فكرة. عشان تحقق اللي في دماغك محتاج تفكر لمئة سنة قدام، تعرف إزاي تبني حياة مش أربع حيطان وخلاص، حاجة تكمل ويتحاكى عنها الناس، ويبقى ليك في كل شارع علامة تحسسك إنك فعلا غيرت الدنيا. وإن فاجئتك الدنيا بمشكلة، فاجئها بالحل، بفكرة جديدة تغير كل القواعد من تاني. الدنيا مش بتتغير بسهولة، بس كل حاجة اتغيرت في مصر بعد مدينة نصر.